انتهت بمرور الموكب رغما عن سيارات المواطنين، لكن هل انتهت برضا الشعب؟ أم امتلأت قلوب الناس بالغضب والاستياء من هذا التبجح كما وصفه المارة في أحد شوارع منطقة المنصور غربي بغداد؟ سيارات مظللة ورباعية الدفع عائدة لأحزاب وجهات سياسية، وأخرى تعود لوزارات ودوائر حكومية تحتكر المرور في ساحات المدن وتقاطعاتها كما تريد دون مراقب أو محاسب، ومن دون وازع إلا التفاخر والتعالي. حتى عزا مراقبون هذا الوضع إلى ما وصل إليه بعض المسؤولين والسياسيين من حالة يشعرون فيها بأنهم فوق الجميع. لنتابع معا هذا المنظر. الحكومة بارك الله بيكم. يلا غاتي لو فقيرك واحد يسوي هذا الشيء. هاك شوف، يلا استلم عين استلم تشيب الله. لم يقتصر التعالي وتجاهل القانون في العراق عند مستوى وزير أو سياسي، بل امتدت إلى مسؤولين أمنيين، حيث أقدم ضابط شرطة برتبة عقيد يفترض أنه رجل يطبق القانون، أقدم على ركن سيارته في أحد الشوارع الرئيسة في بابل بطريقة فوضوية، ليغلق بذلك الطريق على سيارات المواطنين المركونة بشكل قانوني، والأفظع اعتراضه على توثيق مخالفته. لنشاهد. الله يشهد ما تطلع ما تطلع، والله المكتب الوزير والحسين والحسين المكتب الوزير، يعني هم مخالف وهم تريد تدعمني وتضرب مو ماشي. هاي المخالفة وهذا السيد العقيد وهذا السائق مالته جاوز عليك. هاي المخالفة مالته منا عابر سيارة بدون لوحات يا سيارة الوزير. هذا ويستغرب المواطنون يوميا تصرفات بعض السياسيين والمسؤولين في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى، موجهين تساؤلهم بالقول: متى تترفعون على هذه الممارسات الضارة والمسيئة؟ فأنتم خدام الشعب لا سادته.